الرواية في صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 16، باب سؤال الناس الإمامة الاستسقاء إذا قحطوا. هذا الباب سيمكن طبعات البخاري تكون مختلفة. هذا الباب يقول في البخاري إن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا ماكو مطار استسقى بمن؟ يستشفع بمن؟ عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب. ليش؟ لأنه عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقال اللهم، منو قال؟ عمر، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وآله مني فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال الراوي فيسقون. نفس هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 209. البخاري في الجزء الثاني صفحة 18، باب إذا استسقوا الإمام، إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. هذا باب ثاني. الباب الثالث في صحيح البخاري جزء 2 صفحة 18، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. فإذا المسلمين، إذا الأفراد كانوا يستشفعون إلى الله بالعباس عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فما المانع أن يستشفي مؤمن بولد من أولاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ له مقام وجلال.